تجميلي جمع هذه الكسور غير المتساوية المقام. كما وضحت سابقا لابد من توحيد المقام، انه 7 و8 لو ضربنا 7 في 8 و8 في 7 تعطينا ناتج نفس الناتج. اذا 7 ضرب 8 ونضرب ايضا 2 البص نفس الشيء ضرب 8 زائد 8 ضرب 7 وأيضا 3 ضرب 7 وأيضا إذا ناتج الضرب يساوي عندنا هنا 16 على 56 زائد أيضا هنا 21 3 في 7 على 56. إذا بما أنه توحد المقام فإذا نعطي ناتج، نجمع نضع المقام كما هو 56 ونجمع الأحاد مع الأحاد 7 و2 مع 1 3 إذن 7 و33 هو ناتج جمع الكسر 2 على 7 زائد 3 على 8.